الى قلت اللي يصليو هنا راه دولة دي اللي في التجريبيه ولا تونس يصليو هنا يصليو هنا ما يقول الدولة ديال تونس ولا ديال ليبيا داك الشيء ممتاز وهذا هو الاسلام الاسلام دعا بهذا الحقيقه تبارك الله والكثره ديال البشر اللهم لك الحمد مسرها هي واجده الحمد لله كل شيء نقي كل شيء مزيان كنتمنى الله على يسير جميع المؤمنين والمؤمنات في جميع انحاء العالم كتكون مزيانه امراه ومزيانه والحمد لله كتكون عندها واحد الانشراح داخل الفضاء ديال العيد كان جي صليفة إن شاء الله كل عام كان يصلي إن شاء الله فهد مسلم بعد ما كان صليفة في عنشق والحمد لله هذا العام الفارط وهذا العام كان صلينا